سواء نقص الأكسجين في بعض العضلات أو انقباض العضلة بصورة متتالية وسريعة، الاثنين ماذا يحدث في دي أو في دي؟ الاثنين واحد، فتلجأ العضلة إلى التنفس الهوائي لإنتاج طاقة تعطي العضلة فرصة أكبر للعمل، فينتج عن هذه العملية تراكم حامض اللاكتيك الذي يسبب تعب العضلة وإجهادها، كما أن تناقص جزيئات الـ ATP يؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستعرضة عن خيوط الليكتين، فتظل مرتبطة بها وتظل العضلة في حالة انقباض مستمر وغير قادرة على الانبساط، مما يسبب حدوث الشد العضلي المؤلم في العضلة. السؤال اللي بعده، تراكم حامض اللاكتيك في العضلات ماذا يحدث؟ حدوث تعب وإجهاد للعضلة، طيب، أو تناقص المخزون المباشر للطاقة في العضلة التوأم. هنقول إيه؟ لن تنفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الليكتين، فتظل مرتبطة بها وتظل العضلة التوأمية في حالة انقباض مستمر وغير قادرة على الانبساط، مما يؤدي إلى حدوث شد عضلي، وإذا زاد عن الحد يؤدي إلى حدوث تمزق في هذه العضلة وحدوث نزف دموي، وقد يؤدي إلى تمزق وتر أخيل الذي يصل العضلة التوأمية بعظمة الكعب. طيب، حدوث شد عضلي زائد عن الحد لشخص ما، ماذا يحدث؟ يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تمزق للعضلات وحدوث نزف دموي. بعد كده في أول الإرشادات والتطبيقات هنلاقي إيه في الليفة العضلية، في الليفة العضلية الواحدة بنلاقي عدد مناطق شبه المضيء اللي هي H بيساوي عدد المناطق الداكنة اللي هي A، والـ و H هما في موقع واحد، A بيساوي عدد القطع العضلية. أما عدد المناطق المضيئة اللي هي I بتساوي عدد القطع العضلية زائد واحد، وعدد الخطوط الداكنة اللي هي زد اللي هي في المناطق المضيئة برضو ايه بتساوي عدد القطع العضلية زائد ايه واحد. مثال: ليفة عضلية من 6 مناطق شبه مضيئة اتش، احسب اول عدد القطع العضلية والساركومير. طبعا الشبه مضيئة اللي هي اتش بتساوي ايه عدد المناطق الداكنة ايه بتساوي عدد القطع العضلية. يبقى هنيجي نقول ايه الحل؟ عدد القطع العضلية الساركومير اللي هو بيساوي عدد مناطق شبه المضيئة بيساوي 6. طيب عدد المناطق الداكنة A برضو نفس العملية 6 برضو، يبقى هنقول عدد المناطق الداكنة A بيساوي عدد المناطق شبه المضيئة H بيساوي برضو 6. طيب السؤال الثالث في اللي مطلوب، عدد الخطوط الداكنة Z، دي تختلف، يبقى هنقول عدد الخطوط الداكنة Z اللي هي بتساوي أساسا برضو إيه عدد المناطق المضيئة اللي هي I، فدي زد ولا الاي الاثنين بيساوي ايه؟ بيساوي عدد القطع العضلية زائد واحد، يعني هيساوي 6 زائد واحد بيساوي 7.